فإن إحداث الولايات المنتدبة لا ينجر عنه لزوما إحداث دوائر انتخابية، وبالتالي فالمحدد الوحيد لعدد الدوائر الانتخابية وتوزعها هو نص قانوني مستقل، لأننا نحن في مرحلة إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إداريا جديدا. أن هؤلاء المستخدمين بإمكانهم الترشح في بلديات أخرى خلال فترة المنع، كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف من العمل بالبلدية المعنية أو الانتقال لإدارة أخرى الترشح بكل حرية. عملية تتطلب وقتا لأنها مرتبطة بتعميم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية على كافة المواطنين التي نرتقب إنهاؤها بعد 5 سنوات. هناك العديد من العمليات التي ستجسد في القريب العاجل، لا سيما التطهير الآلي للقوائم الانتخابية ودراسة الترشيحات التي ستتم بالوسائط التكنولوجية الحديثة.